وقوليتي كتشوف داك النهج التكتيكي ديال المدير الكبير بدا كيبان ديك اللمسه ديال المدرب، وهو راه قالها يعني في بزاف ديال المداخلات ديالو، قال باللي الرجاء باللاعبين ديالها دار تريمونطادا على مستوى النتائج ومستوى كذلك يعني النادي كله كهيكلة تبدل تماما. هو عبر التاريخ الرجاء كان عنده هويه اللعب، هويه اللاعب ديالو ديال الرجاء سبيسيال حاليا في المباريات الثلاثه الاخيره راه بدينا كنشوفوها، ولو على نسبيا ماشي داكشي اللي كنتمناو بحال دابا، ولكن نسبيا رجعات. لا بحال دابا الا رجعنا للماتش ديال الرجاء والجيش الاخير، رجاء خراب الرجاء وبركان الرجاء وبركان سيرتو الرجاء والجيش المتصدر، وفعلا اليوم الجيش راه الطوب من الفرق القويه في المنطقه، الرجاء دير داك المستوى يعني ماشي. وفعلا كما قال يعني السي البوهالي سي كو الرجاء نقطه التحول ديالها هي ديال بركان، شفنا الرجاء مغايره جدا وبدات كل مره يعني داك السلسله ديال النتائج الايجابيه كتاكدها تاريخيا الاخوان تاريخيا الرجاء راه عندها ديك الثقافه ديال الفوز خارج الميدان، لا على الصعيد الافريقي ولا على الصعيد الوطني. راه حنا لغه الارقام راه ما كتكذبش، راه كاينه موجوده، راه فريق الرجاء راه دائما عودنا على الانتصار خارج الميدان منذ سنوات، يعني هذا هو العادي، هذا هو العادي اللي ماشي عادي هو الوضع اللي كانت كتعيشو الرجاء في الاختيار والعزات وهذه الى اخره، هذا هو اللي ما كانش عادي، اما العادي هو انك تنافس على الالقاب وانك تكون في القمه.